يا رب يا رب، صلي على محمد خير من دعاك صلاة ينصلح بها حالنا ونجدد بها إيماننا وتملأ القلوب الثقة في وعد ربها. يا رب نشكو إليك ضعف فهمنا وضعف إدراكنا ووعينا واستعجالنا انصلاح أحوالنا، فأنت المدبر للأمور. اللهم كما أكرمتنا بالإسلام فأكرمنا يا رب بدعوات مستجاب، علمنا ماذا نقول حتى تنصلح الأمور، وألهمنا بكلمات إذا دعوناك بها استجبت، وألهمنا بالصبر بعد الدعاء فالطبع عجول والفهم محدود. يا رب ندعو بالشر ولا ندري، وندعو بالقليل ولا نشعر، ولا طاقة لنا على الصبر بعد الدعاء، وأنت الحكيم الخبير الذي تعرف الخير والشر المكنون، وأنت العليم الذي تعلم عواقب الأمور. اللهم اصلح أمورنا بعلمك بنا، ومدنا بالثقة فيك أن دعاءنا قد وصلك، وراضنا بعد الدعاء، فأنت من تعلم الأسرار والخفايا وما في الصدور، وقلوبنا لا تفقه الحقيقة فتستعجل الأمور. فاشرح اللهم صدورنا وارزقنا بالثقة فيك، ثقة تعيننا على الصبر في عدم الاستجابة حتى لا نيأس من مد أيدينا إليك، وحتى لا نستعجل ما أخرت، فعقولنا لا تستوعب الحكم الخفية. اللهم ارزقنا بنفوس نقية وقلوب تقية لتتعلم منك وتثق بك، فلا يصرفها عنك أي ابتلاء، ولا تزيدها المحن إلا رجاء، ولا ينقص منها الإيمان. اللهم علم القلوب وزك النفوس وثبت القلوب واقذف من علمك فينا، وارزقنا بيقين أنك تدبر لنا الأمور بأفضل ما يكون، وارزقنا اللهم بالفهم عنك أنك تعلم ما ينفعنا وما يصلحنا أفضل منه، وإننا لا نعلم وأنت تعلم. أنت قادر على تلبية الاحتياجات ولكنك حكيم، وأنك سميع تسمع الدعوات ولكنك خبير، وأنك المدبر المهيمن القادر على الأمور ولكنك عليم. فها نحن ندعوك أن تهدي القلوب، فعلمنا محدود، قد نظن أن الخير في تحقيق المطلوب، ويكون الخير في ترك المحبوب، فأنت علام الغيوب. وصلي على محمد خير الأنبياء، لم يعجل يوما بعد الدعاء، واستعان بالصبر رغم العناء، فاجزه يا رب خيرا ولا تفتن بعده، وبلغه منا السلام.